بينضم إلينا مراسلنا من تركيا عمر أحمد. عمر أهلا بك، لو تطلعنا على آخر التحديثات بشأن عدد الضحايا والمصابين عمر، وكذلك المباني التي هدمت. في الحقيقة داليا، هناك الكثير من الأنباء التي تأتي بشكل فرادي من الولايات التي تعرضت لهذا الزلزال في جنوب وجنوب شرق تركيا. حتى الآن الرقم الرسمي المعلن من قبل إدارة الكوارث التركية لم يتغير، 76 جريحا، 76 ضحية، وقرابة 440 جريح. حتى الآن هناك عشرات المباني تهدمت، تأتي الأنباء من ولايات ديار بكر وأورفا وأضنة وولاية هاتاي، كلس، غازي عنتاب، كل هذه الولايات، وكذلك ملاطيا. ملاطيا أيضا تأثرت بشكل كبير بهذا الزلزال الكبير جدا. حتى الآن هناك 66 هزة ارتدادية حصلت في المنطقة، أكبرها كان ب 6.6 درجات على مقياس ريختر. هذه الهزات الارتدادية وهذا الكم الكبير منها يعتبر بهذه الشدة تعتبر زلازل بحد ذاتها، ولكنها اليوم تأتي كهزات ارتدادية على هذا الزلزال الضخم الذي ضرب ولايات جنوب وجنوب شرق تركيا. تأثرت به الدول العربية، سوريا والأردن، لبنان، إيران، العراق، أيضا كل هذه الدول تأثرت وشعرت بهذا الزلزال. اليوم تركيا في حالة استنفار تام يعني التغلب أو لمحاولة مجابهة تداعيات هذا الزلزال الكبير جدا. كل فرق الإطفاء وكل فرق الإنقاذ والجيش التركي وقوات الدرك كلها هرعت إلى المنطقة، بالإضافة إلى أن هناك تشققات في الطرق، وهذا يصعب كذلك عملية الوصول إلى المناطق المنكوبة. أحوال الطقس كذلك كما يعني نعم. واضح يبدو من الجو الذي أنت فيه الآن عمر أن هناك تساقط لثلوج حتى ولو قليلا، لكن إلى أي مدى هذه الأحوال الجوية تصعب من مهمة الإنقاذ وكذلك من مهمة تزويد المناطق المنكوبة من قبل المناطق الأكبر، ربما أنقرة، إسطنبول؟ هل تذهب المساعدات بشكل أو بآخر من هذه المناطق عمر؟ كل الأحوال فقط من أجل أحوال الطقس كان الإعلان منذ أمس أنه يجب عدم الخروج من البيوت في معظم أنحاء تركيا بسبب حالة الصقيع الذي تضرب الشوارع والطرقات والخطر الناجم عن هذا الصقيع. واليوم نحن أمام زلزال كبير يحتاج إلى عمليات نقل كثيرة للمساعدات إلى المناطق المنكوبة. بكل تأكيد الوضع والطقس الموجود حاليا في معظم أنحاء تركيا وهذه الثلوج والبرد القارس الصقيع الموجود يؤثر بشكل كبير جدا على طبعا وصول هذه المساعدات. المسؤولين الأتراك يطالبون بشكل مستمر المواطنين الأتراك عدم الخروج من بيوتهم أو يعني في المناطق المنكوبة، أيضا التجمع في الساحات المبينة والتي تم الإعلان عنها بشكل أنها ساحات آمنة أو مناطق آمنة يمكن التجمع فيها، وعدم شغل الطرقات والشوارع وعدم حتى استخدام الهاتف. أريد أن أسألك نعم عن جزئية ربما هامة في هذا التوقيت، من تهدمت منازلهم هل تم توفير ملاجئ لهم أو مأوى لهم بشكل أو بآخر، خاصة في ظل ظروف جوية قاسية كما نرى في الصورة عمر؟ السلطات التركية وإدارة الكوارث أعلنت أنها تحاول الوصول إلى كل الذين خسروا بيوتهم ويبقون حاليا في الشوارع. وزير الداخلية التركي أعلن أن تركيا أعلنت الإنذار من المستوى الرابع، وهو يعني طلب المساعدة من الدول الأخرى أيضا لتقدم المساعدة إلى تركيا في هذا المجال.
طبعا هناك صعوبة كبيرة إن كان في الوصول إلى كافة المناطق المنكوبة، فنحن نتحدث عن حوالي 10 ولايات تركية تأثرت بشكل مباشر بهذا الزلزال، 7 منها حصل فيها يعني تهدم كبير للمنازل والمباني. نحن نتحدث عن عشرات أو حتى يعني ممكن بكل أريحية القول أن مئات المباني تهدمت في هذا الزلزال الكبير، إن كان في مدن ديارباكر وأورفا وملاطيا وغيرها من المدن في جنوب وجنوب شرق تركيا. حاليا على وسائل التواصل الاجتماعي على الانترنت يعني صيحات الاستغاثة موجودة بشكل كبير جدا، كل من يستطيع التقاط هاتفه يقوم بإرسال موقعه وأماكن تواجده ويطلب العون من كل من يستطيع أن يقدم هذا العون. السلطات التركية تطالب الجميع بعدم حتى استخدام الهاتف المنقول المحمول إلا في المناطق المنقوبة. كيف هو الوضع عمر إذا كانوا يستغيثون عن طريق الهواتف أنت تقول، والسلطات تطلب منهم عدم استخدام الهواتف؟ نحن نتحدث عن المواطنين الموجودين في المدن الأخرى، لأن هذا سيؤثر على الشبكة حسب ما يقول المسؤولين، أنه عدم يعني الاتصال بتلك المناطق، حتى يعني معظم المواطنين هنا يتصلون بأقاربهم بأصدقائهم في المناطق المنكوبة للاطمئنان عليهم. فالسلطات التركية تطالب بعدم شغل الشبكة المحمولة بهذا المجال وترك المساحة الكافية طبعا المناطق المنكوبة لاستخدام الهاتف المحمول. بهذا الاتجاه هناك أساسا يعني ضعف ومشاكل في الشبكة المحمولة حاليا تعيشها المناطق، مختلف المناطق التركية، ولذلك يعني معظم مختلف التدابير يتم اتخاذها في هذا الإطار يعني تقصير المسافة قدر الإمكان للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المصابين أو المنكوبين أو الضحايا تحت الأنقاض. نعم عمر، الحديث عن ربما رد فعل أمريكي حول هذا الزلزال الذي أضر ضرر شديد بتركيا وأيضا بسوريا، ما هي أصداء هذه ردود الفعل عمر؟ يعني من الجانب الأمريكي جاءت تصريحات بأن الولايات المتحدة على أتمة الاستعداد لتقديم كافة المساعدات الممكنة إلى تركيا. في هذه الأحوال ورغم الأجواء يعني غير الجيدة بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية التي شاهدناها في الأيام الماضية على خلفية إغلاق بعض الدول قنصلياتها في إسطنبول لأسباب أمنية، شهدنا الكثير من التصريحات التركية التي يعني حملت الولايات المتحدة مسؤولية هذه العملية وعملية إغلاق القنصليات، ولكن في وضع مثل هذا حقيقة يعني لا يتحدث أحد حاليا حول الجانب السياسي، والجميع حاليا مهتم بموضوع إنقاذ أكبر عدد ممكن من المواطنين والأشخاص الذين يعني لا يزالون تحت الأنقاض. فالزلزال الكبير جدا الذي ضرب تركيا لم يكن يتوقع حقيقة من قبل الخبراء أيضا أن يصيب تلك يعني هذه المنطقة في مناطق الجنوب وجنوب شرق تركيا. كان كيف عمر لم يكن متوقعا وأن ورغم أن تركيا تقع في منطقة تشهد نشاطا زلزاليا هو من بين الأعلى في العالم عمر، ربما خلال الثلاث أعوام السابقة فقط وقعت 4 زلازل في تركيا؟ هذا صحيح، الزلزال المتوقع بهذا الحجم كان متوقع في مناطق يعني في إسطنبول ومناطق إزمير حقيقة، ولكن زلزال بهذا الحجم لم يسبق أن تعرضت له مناطق جنوب وجنوب شرق تركيا. صحيح أن تركيا منطقة زلزالية بشكل عام، ولكن زلازل بهذا الحجم أي فوق 7 درجات على مقياس ريختر هي زلازل يعني منحصرة في مناطق الشمال الغربي بالنسبة لتركيا في أكثر يعني يمكن القول بهذا الشكل، وكذلك بالنسبة
الشرق التركي، ولكن مناطق جنوب وجنوب شرق تركيا يحدث فيها زلازل، ولكن بالمعدل الوسطي بين 4 و5 درجات تكون على مقياس ريختر، ولا تسبب هذه الكوارث حقيقة. ولكن زلزال اليوم حسب التصريح الرسمي من إدارة الكوارث هو بدرجة 7.4 درجات على مقياس ريختر، أدى إلى هزات ارتدادية بشدة 6.6، أكبرها 6.6 درجات على مقياس ريختر. لذلك الخبراء لم يكونوا يتوقعوا هذا الزلزال في تلك المنطقة، زلزال بهذا الحجم. ونحن منذ عدة أشهر نلاحظ حدوث زلازل في المنطقة كذلك، ولكن لا تتعدى درجاتها بين 4 و4.5 درجات على مقياس ريختر، ولا تسبب حقيقة انهدام في المنازل أو حدوث ضحايا لهذه الزلازل. لكن زلزال اليوم الذي حدث في الساعة 4:17 صباحا، نعم عمر، هل أعلنت إدارة الكوارث في تركيا عن حصر بعدد المحاصرين أو العالقين تحت الأنقاض؟ هل تم تحديد هوياتهم بشكل أو بآخر؟ نتحدث عن ربما أكثر من 3 ساعات مرت أو 4 ساعات مرت على هذا الزلزال. لم يتم تحديد، بل لم يتم تحديد أيضا عدد الضحايا أو عدد الأشخاص الذين يقعون حاليا تحت الأنقاض، لأن الأمر حقيقة صعب جدا. لا نتحدث عن منطقة أو ولاية واحدة، نحن نتحدث عن قرابة 7 ولايات تأثرت بشكل مباشر وحصل فيها هدم للمنازل بشكل مباشر، ونحن نتحدث عن 10 ولايات تركية تأثرت بشكل جيد وبشكل كبير في بهذا الزلزال. لذلك حاليا فرق الإنقاذ لوحدها لا تكفي حتى لمتابعة كافة المناطق التي تعرضت لهذا الزلزال بشكل كبير، و تحاول الحصول على دعم إن كان من دعم الجيش والقوات الدرك وقوات الأطفاء وغيرها من الوحدات التركية، وحتى المواطنين الأتراك بإمكانياتهم الفردية يحاولون إنقاذ أقربائهم، يحاولون مد يد العون أو على الأقل التبليغ على مكان وجود الأشخاص الذين يستطيعون ربما هذا يسهل بشكل أو بآخر على التعرف على هويات العالقين تحت الأنقاض. عمر، أخيرا ماذا عن الهلال الأحمر التركي والرسالة التي بعثها أو الإنذار الذي بعثه قبل ربما دقائق قليلة من الآن؟ الهلال الأحمر التركي توجه بطلب لكافة المواطنين في مختلف الولايات التركية بالتبرع بالدماء، قال بأن المخزون الحالي من الدماء يمكن أن يكفي ضمن الإحصائيات الموجودة، ولكن خلال الساعات القادمة قد تواجه تركيا نقصا في الدماء بالنسبة للجرحى، و أصدر طلبا بالتبرع بالدماء لكل من يستطيع فعل ذلك بالتوجه إلى مراكز التبرع على وجه السرعة، والتبرع بالدماء لأن ذلك سوف يكون مهم جدا بالنسبة لإنقاذ أعداد الجرحى الذين يتصاعدون. نعم، شيئا فشيئا ربما أعداد القتلى والمصابين مرشحة للزيادة. عمر أحمد مراسلنا من تركيا، شكرا جزيلا لك، وبالتأكيد سنظل على تواصل دائم طوال اليوم عمر للتعرف على آخر تحديثات ما وقع في الزلزال في تركيا والجديد بشأن الضحايا والمصابين وأيضا العالقين تحت الأنقاض. عمر أحمد، شكرا جزيلا لك.